قام باسني بقصتي. سيد نعم. شفت الوقت صار به 11، انا عندي التزام مع السيد الله يحفظه، فقلت لهم اخوان ابقوا مستمرين بالاجتماع انتم الاخوان مجلس المحافظه والسيد المحافظ، انا اروح التقي بسماحه السيد السيستاني المرجع. حقيقه رحت متاخر ربع ساعه، انا اكون سريع لانه خفت الصلاه ضايق السيد، فرحت بسرعه وصلت قريب. دخلت جنب السيد السيستاني، فقط كنت جالس أنا وهو فقط. أعتقد أطول لقاء كان مع مسؤول في تلك الفترة، وآخر لقاء مع مسؤول في تلك الفترة أيضا طول 18 دقيقة ونص. أبدأ وصلك إلى الحكمة الثانية مال السيد السيستاني. لما رحت عليه قلت لك بالبداية وقال شكله جيش بالبداية وحتى نطرد المحتل، الحكمة الثانية قال لي ليس بدأ أجزاء من العراق تسقط، بس لا تجاوبني تقول لي الآن تل أحفر بعده وأكو مقاومة وأكو طائرة جتهم تعزيز من إيران، نص حديثة معي كان هيجي. قال أنا راح أجاوبك تقول لي ليش اعطيت جهاد كفائي حتى ابقى ما عندي شيء، بس اريد اجابه مقنعه مثل ما هاي الفتوى ما طالعه لو طالعه؟ طالعه الفتوى قبل ثلاث اربع ايام لها. اي ثلاث ايام طالعه. اي او يوميا. قلت له سماحه السيد جاوبني حتى اعرف ليش. جاوبني بثلاث كلمات، قال لو ما انطي الفتوى ما تبقى بغداد اكثر من 8 ساعات ستسقط بيد داعش. سقطت بيد داعش مو تسقط، لسقطت بيد داعش. تمام؟ قلت له نعم سماحة السيد. قال أعرف أكو معنويات بالجيش صارت وكل شيء يعرف. طبعا يعرف، يعرف تفصيليا، حتى قلت لك قبلها كانت أكو طائرة نازلة إيرانية جاية لتل أحفر. قال لا تقول لي جت طائرة وجابت كذا وكذا، جاوبني. أنا حقيقة استغليت الفرصة ولدي خبرة كبيرة وفرصتي الوحيدة، تحدثت معه بكل أمانة وإخلاص أمام الله فقط، ما كان أحد موجود. أي قلت خل اليوم أتحدث أمام الله اليوم أنا، لأنه ما خايف من أحد. انطيته حقيقة نقاط، 6 نقاط أو 7، قال لي هاي لن ولم أسمع بها قطعيا، وهذه هي الحقائق، وهذا هو الواقع، وهذا ما أوصلنا إلى هكذا وهكذا. قام باسني بقصتي. سيد. نعم. كملنا الحديث، سألني بعدين سؤالين خاصة، قال اتكل على الله، اتكل الدعاء. 18 دقيقة ونص. الست نقاط اللي قلت لها هي للتاريخ ما أقدر أحكيها، ما أقدر، لذلك هو قطع لقاء مع المسؤولين. أكون صريح وياك، يعني إنه مسخومات الولد كل شيء. أنا من أتحدث، أتحدث أمام الله اليوم وحاليا هم وياك أحكي معاناة مسؤول يريد يخدم شعبه. ما نسولف، ما نسولفهن، لا ما نقدر. للتاريخ سأذكرهن في مذكراتي، دكتور. نعم. مذكراتي إن شاء الله بعدين راح، من قبل ما اذكرهن انطيك عهد انه من اقول لك راح يصدر الكتاب مالتي راح اقول لك احكيها. لقيت السيد ممتعض جدا من الذي يجري. المعلومه اللي تصل الى سماحه السيد معلومه دقيقه، يعني تصله تحدث معي بتفاصيل وكانه عسكري يعرف موقف السقوط وين ومعرف الاحداث بتلك الفتره. يعني حقيقة انذهلت كثيرا، كان نعم قليل الكلام بس ينطيك الملخص ويحب يستمع، بس حقيقة كان انشرح صدره كثيرا لحديثي، لأن تحدثت له من واقع أليم، من واقع واقعي عملي موجود بالساحة.